مساء الخير. موعدنا في هذا الدرس مع حصة في الإملاء، ليأخذ كل واحد منكما لوحته وقلمه وليستعد للكتابة. عيد ميلادي. أعيد محمد. عيد ميلادي. يوسف. عيد ميلادي. اكتب عيد ميلادي. عيد ميلادي. استعد لرفع اللوحة. ارفع اللوحة. عيد ميلادي. جيد. امسح اللوحة. انصت جيدا. احتفل كل عام بعيد ميلادي. أعيد يوسف. احتفل كل عام بعيد ميلادي. محمد. احتفل كل عام بعيد ميلادي. اكتب احتفل احتفل كل عام بعيد ميلادي. أسرع. أعيد. أحتفل كل عام بعيد ميلادي. أسرع قليلا. استعد لرفع الألواح. ارفع اللوحة. أحتفل كل عام بعيد ميلادي. لقد ارتكبت خطأ يا محمد. يوسف أدر اللوحة. أحتفل الكلمة الأولى كتبتها كتابة خاطئة، لا تمسحي الكلمة كلها. أحتفل الهمزة فوق الألف مفتوحة، الحاء ساكنة، التاء مفتوحة، الفاء مكسورة، واللام مضمومة. أحتفل. انتبه يا محمد. امسح اللوحة. فتصنع أمي الفطائر اللذيذة. أعيد الجملة. فتصنع أمي الفطائر اللذيذة. محمد. فتصنع أمي الفطائر اللذيذة. يوسف. فتصنع أمي الفطائر اللذيذة. اكتب فتصنع. فتصنع أمي فتصنع أمي الفطائر فتصنع أمي الفطائر اللذيذة.
أسرع في الكتابة. فتصنع أمي الفطائر اللذيذة. استعد لرفع اللوحة. هيا يا محمد. أعيد قراءة الجملة. فتصنع أمي الفطائر اللذيذة. استعدا، ارفع اللوحة يا محمد، اقرأ الجملة يا يوسف. فتصنع أمي الفطائر اللذيذة. ارفع لوحتك يا يوسف، هناك خطأ، ارتكبت خطأين يا محمد. الفطائر، أدر لوحتك يا يوسف، صحح الفطائر، لا تمسح الكلمة كلها، هناك همزة على الياء، امسح واكتب الكلمة، امسح الكلمة وأعد كتابتها يا محمد، أسرع قليلا من فضلك. الفطائر. الطاء أمامها ألف. الفطاء، الهمزة مكسورة على الياء. اللذيذة، هناك تاء في آخر الكلمة يا محمد. نعم. أمي، هناك تضعيف فوق الميم، لا تمسح، ارفع اللوحة. فتصنع أمي الفطائر اللذيذة. اللا، هناك تضعيف فوق اللام، امسح السكون يا محمد. اللذيذة، ليس هناك سكون فوق اللام، هناك تضعيف، لا السكون، امسح السكون، أضف التضعيف. اللذيذة، الفتحة فوق التضعيف. اللذيذة، امسح لوحتيكما الجملة الموالية. ويعلق أبي الزينة. أعيد يوسف. ويعلق أبي الزينة. ويعلق أبي الزينة. اكتب ويعلق. ويعلق. أبي ويعلق أبي الزينة. أسرع. أعيد قراءة الجملة. ويعلق أبي الزينة. استعد لرفع الألواح. أنا لم أقل غير هذه الكلمات يا يوسف، أنا قلت ويعلق أبي الزينة. ارفع اللوحة. ويعلق أبي الزينة، هناك خطأ يا محمد، ضع لوحتك، امسح كلمة الزينة. كيف تكتب التاء يا يوسف، مربوطة أم مبسوطة؟ ويعلق أبي الزينة، مربوطة. إذن صحح يا يوسف، امسح التاء المبسوطة وعوضها بتاء مربوطة. ويعلق أبي الزينة، هناك همزة وصل فوق الألف يا يوسف، زينة همزة الوصل.
ارفع اللوحة يا يوسف. صحح صحح محمد، ارفع اللوحة يا يوسف، أدر لوحتك. الزينة، امسح الكلمة يا محمد. لقد أخطأت في كتابتها ثانية يا محمد، انتبه. هناك ألف فوقه همزة وصل، هناك لام، زاي، الزاي أمامها ياء، الزي ن، النون مفتوحة، ليس هناك تضعيف فوق الياء يا محمد. النون فوقها فتحة، الزي ن ت. ويعلق أبي الزينة، جيد. ارفع اللوحة، امسح اللوحة، ونكون بهذا قد أتينا على نهاية هذه الحصة. إلى اللقاء.